السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أشاد الرئيس الموريتاني محمد دول عبد العزيز بالحوار السياسي الجاري بقصر المؤتمرات في نواكشوط، قائلا إنه يعد نموذجا ملهما. وأضاف عبد العزيز في ختام أعمال الحوار الذي أطلقه الرئيس السوداني عمر البشير أن من أبرز نتائج الحوار في موريتانيا ما تتمتع به البلاد من تعزيز للوحدة الوطنية ودعم للديمقراطية. أصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وثيقة سياسية شديدة تتضمن رؤية الحزب للتغييرات الدستورية والمؤسسية، ويقترح الحزب تغييرات كبيرة تشمل توسيع صلاحيات الرئيس وإلغاء بعض المؤسسات واستبدالها بأخرى. كما تطرق الحزب في مقترحاته لجوانب تتعلق بالبيئة ونمط الحكامة الاقتصادية والاجتماعية. شهد الحوار الوطني الشامر الذي انطلق منذ أزيد من 10 أيام بقصر المؤتمرات في نواكشوط بين ائتلاف قوى الأغلبية وبعض قوى المعارضة، شهد نقاشات ساخنة حول تغيير المواد الجامدة في الدستور والتي تنص على انتخاب الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط. دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية إلى الوقوف في وجه ما أسماه بمسرحية الحوار الأحادي الذي قال إنه يستهدف التلاعب والعبث بالدستور وإرادة الشعب الموريتاني. وطالب الحزب في بيان صادر عنه بخلق جبهة ترفض ما سماه التلاعب بالدستور وسيادة موريتانيا التي هي محل إجماع حسب البيان، مؤكدا أن موريتانيا تمر بمرحلة حرجة من الاستبداد والانفراد بالسلطة بطريقة مخالفة للقوانين والنظم الديمقراطية وفق البيان. نهاية الموجز، يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من المواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.